قولي عملت ايه؟ جمعت لك كل حاجه في الملف ده. طب لقيت اي حاجه غريبه؟ لقيت اي حاجه غريبه؟ قولي ما لقيتش ايه غريب، بس اغرب حاجه كان في خيط غريب قوي، فضلت ماشي وراه لحد ما قررته. اللي هو ايه؟ اسم الام. والست دي كانت متجوزه واحد من منطقتكم هنا بس مات. اسمه ايه بقى؟ اسمه حسن خياط. حسن خياط؟ انت متأكد؟ متأكد. اللي انا شايفه على وشك ده بيأكد لي ان معلوماتي كلها صح. واضح انك تعرفيهم كويس. اعرفهم كويس قوي. بس في حاجه غريبه قوي، اللي اسمه نعيم ده يبقى ابنها بس من راجل تاني، اسمه محمود نعيم الغنيم. ايه تفكري في حاجه؟ طب قولي لي افكر معاك يمكن اقدر اساعدك. لا اصل في شويه حاجات كده في دماغي واظبطها. زي ما تحب. بقول لك ايه، رقم المحضر اهو، وده الرقم اللي كلمتني منه داي زي ما وعدتني. هي فوزي ما تقلقيش، وبعدين داي دي زي اختي الصغيره، مستحيل اخلي حد يضايق. الله يكرمك. هينزل نيابه بكره على فكره. وعادي كده محدش هيحس مثلا ان الحرز اتبدل؟ عادي يعني، الراجل كان في السجن بس هيطلع. لازم. ده دين؟ لا دي جميله. وحط خطين تحت كلمه جميله، اللي خرجك سلام من السعد ماشي؟ بس لولا سعد ما كناش عرفنا سلام ولا شمس خرج، فواحد يعني. انا ولا خرجته عشان دين ولا جميله ولا نيله، انا خرجته عشان كان متلقح في الحرر 40 سنه واللي عنده كتير وهينفعنا. لما نشوف. فين بقى؟ ده جاي على حساب قديم بقى. وهو ايه علاقته اللي كان بين ابويا وحسن خياط؟ ده حيالله جوزهم الاولاني، وكمان قبل ما يتولد. بس مش انتي بتقولي ان امه طلعت هربانه من المنطقه؟ يبقى اكيد زرعت في الواد الغل. الكلام ده من زمان قوي يا ورد. الحكايه دي مش خالصه. دول 50 حوار بس لازم نفهم. طب وهي امه دي ميته ولا عايشه؟ ماتت. بس احنا معانا اللي يفضحه ويطلعه كدام قدام اهل المنطقه كلهم. احنا رحنا قلنا لهم ايه؟ امه كانت متجوزه حسن خياط؟ ايوه، بس انتي بتقولي ان حسن الخياط ميت بفضيحه، وابوكي اللي سبب فيها. حتى لو ده حصل هيضحك عليهم وهيديهم فلوس، وفي الاخر ان الله حليم مصدر. اصل صعب بصراحه شمس يعني. معقوله ما معكوش تاني؟ قول لي يا اخي اصرف لكم. لا صدقوا كلكم على قدينا. وبعدين انت مستعجل على ايه؟ ده في منها ألوفات. بتاعتك. في منها تاني؟ كتير. يا خوف يا نعيم لا تكون الست الوالدة بتبالغ. تاني انت؟ اصل بصراحه نعيم يعني مش راكبه في دماغي ان الناس بتسلم على بعض تحت الارض من كتر الحفر. صعب. بيحصل. بس انا اتاكدت من كلام سعد. مفيش حد حفر ورا ابويا من بعد ما السوق اتعمل. واللي كان لقى حاجه كان هيبان عليه. هو معلش يا نعيم يعني برضه النمو مكتوب عليها ايه؟ الخليفه المستنصر. الله يرحمه. حضرتك اللي في ايدك دي 30 سنه وهتتم 1000. لا ما شاء الله مذاكرين. ماشي. انتوا مش ملاحظين حاجة؟ ايه؟ اللي اسمه نعيم ده ظهر بعد اللي عمله مع سعد الخياط وحفره في شقة أبو سكر. وده ايه دخله في الموضوع؟ في ملوك اللي حصل. دخلة الواد نعيم علينا من الأول خالص مش مريحة. بس اللي جابهولي الشيخ إيهاب وكان جاي يفك كرب. كرب؟ ده هو الكرب بذات نفسه. الواد عارف هو بيعمل إيه كويس أوي. يعني تقصد إن حكاية أخوه دي متدبرة؟ لا أنا ما أقصدش، بس هو كان واخد سلام سكة يعني، ولما خلص من سلام دور عليه. طب ما سعد حفر ومطلعش حاجة، وحسن الخياط من 40 سنة حفر ومطلعش حاجة، هو بقى جاي عايز ايه؟